أهلا بكم مع الحدث الأهم في هذه الأيام، وهو انتخابات مجلس النواب والتنافس الشديد بين القوائم الانتخابية والكتل. أيام تفصلنا عن هذا الموعد، والمواطن ما زال يعاني من تعطيل الموازنة وتواصل النزاعات وعدم الاستقرار. نشهد كلنا حملة إعلانية واسعة وتنافس شديد بين جميع الأشخاص والكتل والجهات اللي تسعى للحصول على مقاعد نيابية حتى تمثل طبيعة مجلس النواب القادم اللي يحدد مستقبل البلد. وقبل ما نتحدث عن ما مطلوب من الحكومة القادمة، علينا أن نشوف هاي الحملات الإعلانية وشلون المواطن يتعامل وياها. يعني اللي مخلي ملصق ضخم هو اللي يكون مقبول لدى أبناء الشعب وبالتالي ينتخبوه، لو اللي مخلي ملصق بسيط هو اللي يجذب الناس. أعزائي المشاهدين، إحنا نقول لكل المتنافسين للحصول على مقعد في مجلس النواب أن لا تكون الملصقات والابتسامات والملابس الجميلة عامل يخلي الناخب يعطي صوته لهذا أو ذاك. لا، هاي العوامل مو هي الأساس في حياة أبناء الشعب، لأن السنوات الماضية أكدت أن الشخص الناجح هو الشخص الوطني اللي يخلي مصلحة الشعب قبل مصلحته ومصلحة حزبه وكتلته. وبالتالي الناس كلها تشوف الأعمال مو الملصقات، وتباوع المدى وطنية الشخص مو للملابسه وعليه، اللي واثق من عطائه الوطني هو اللي حصل ثقة الشعب، اللي ما يمكن أن ينخدع أو ينتخب ناس ما يمثلون الطموح. واليوم علينا أن نؤدي أمانة منح الصوت لمن يستحق، لا بعدين نندم. وخلونا الآن مع هذا الاستطلاع اللي يعده الزميل محمد سعد حول ما يريده الناخب من المتنافسين ومن يحصل على ثقة الشعب. تقرأ رقم القائمة وتسلسل المرشح وتنظر للوجوه، هذا ما تراه العين كل يوم أو كلما تواجد صاحبها في الشارع. أما الكثيف فعليه أن يسمع عن القائمة ومرشحيها وتسلسلهم ويسأل عن أوصافهم وأشكالهم. والمشكلة تقع عند الكفيف والأصم، فربما عليه أن لا يشارك في الانتخابات لأنه لا يرى ولا يسمع عن المرشحين. سباق الرؤية ربما سيجعل العينين تنفرد الواحدة عن الأخرى لرؤية أكبر عدد من الملصقات الانتخابية، وللمواطن رأي في ذلك. طبعا أكيد التركيز راح يصير عليها، وقرأ المرشحين تسلسلات مالتهم، اسم القائمة، القوائم التي يعني نفسها هي الكتل السياسية نفسها، كل مرحلة فقط تغير الكتلة، رقم التسلسل فقط اسم الكتلة، التغير حاصل بهاي العراق. العراق يراد له تغير جذري بالسياسيين، بالعملية السياسية بشكل عام كرئاسة الدولة. شفنا الفوضوية بنشر الناخب والكتل هاي خلفنا بهذا الشارع احنا متواجدين به، فوضوية بالعمل. وهناك من عد صور وشعارات كثيرة أنها لن تحرك مشاعرهم إلى حد بعيد، وما زالوا يبحثون عن من يجذبهم بشخصيته الوطنية ليكون خيارهم في الانتخابات. هي هسه تصير انه المعارف توصي انه فلان مرشح انه فلان مرشح انه فلان مرشح، تصير هي شغله مجاملات يعني، بس لو تجي الحقيقه والواقع انه بداخلنا ماكو فد واحد معين انه ننتخبه، ما محددين لانه ما متاملين خير من احد. ويعاني البعض من تكرار الوجوه التي قالوا انهم يرونها كل عرس انتخابي، مؤكدين بحثهم عن شخصيه بسيطه وفقيره خارجه من قلب معاناه المواطنين. لو اشوف لي واحد فقير هسه بالشارع جدي ها ويسوي دعايه مال انتخاب ويخلي صورته وبهدوم هاي الفقيره المشققه وبدون شعارات ويحط صورته، انا متاكد هذا انا الشخص هذا انتخبه. وللملصقات الكثيره المنتشره في شوارع بغداد فوائد عده، فبالاضافه الى انها تعرف المواطن بالمرشحين وائتلافاتهم، فهي تسهل عليه الطريق وتهون عليه الزحامات بانشغاله عن مشاهدة البرامج الانتخابية أثناء التجول. وأمال كبيرة تحتضنها قلوب المواطنين أن تمر الانتخابات بسلام وأمان ويفوز فيها الكفؤون والنزيهون. من بغداد، محمد سعد، قناة الرشيد الفضائية.
ولتسليط الضوء على هذا الحدث ينضم إلينا القاضي قاسم العبودي عن دولة القانون والأستاذ محمد الربيعي عن كتلة المواطن. أهلا وسهلا بكم في الحدث الانتخابي. أبدأ بالسيد محمد الربيعي. أستاذ محمد، الوعود الانتخابية قضية ترتبط بالوقت قبل الانتخابات. هذا اليوم المواطن العراقي مل من الوعود الانتخابية والبرامج اللي تقدم من الكتل ومن المرشحين، وهذه كل البرامج اللي تقدم بعد الانتخابات ما تتطبق. خلينا نتحدث بهذا الموضوع. يعني قبل ما نتحدث بهذا الموضوع، أنا باوعت على التقرير اللي عد الزميل من قناة الرشيد والأخ في بعض مناطق بغداد. أولا اليأس موجود لدى اللي تكلموا وياهم، اللي هم بعض من المشاهدين، وهذه الشريحة البسيطة تمثل جزء من الشارع العراقي أو الشارع البغدادي اليوم. لأن مل المواطن الوعود كمنافسين إحنا في بغداد اللي موجودة للبرامج الانتخابية. ليش هذا آخر واحد قال له الفقير اللي لابس هدوم فقيرة ويرشح نفسه، أنا رشحة ما رشح ذولا، هذه بقى فقير، وذيش البنية الأكاديمية، وذاك الثاني اللي هو الرياضي، وأول واحد اللي كان هو رجل أعمال. أنا تتابع التقرير بشخصياتهم، مختار شخصيات مختلفة. وعود 8 سنوات، عمل على واقع الأرض، حكومة 8 سنوات هي اللي مسؤولة عن أداء العمل مالتها، أنتج هكذا يأس في الشارع العراقي. هذا اليأس أنه اليوم أنا ما أنطي صوتي لأحد، وما أروح أصوت، وما أروح كذا، نتيجة ردود فعل يأس من 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 فشل حكومي 8 سنوات لتقديم الخدمات. هاي نقطة رقم واحد إحنا نأكدها في دورتين انتخابية 8 سنوات. وين هاي الوعود؟ هاي النقطة الأساسية. سؤالك، من يتكلم عن البرنامج الانتخابي يعد بعد الانتخابات ماكو برنامج؟ أنا ما شفت في الدورتين الانتخابية المضت في مجلس النواب الموقر اللي راح هذا واللي قبله، هناك برنامج انتخابي، وهناك تصادم انتخابي عن برنامج، أو هناك تنافس انتخابي عن برنامج. أكو هناك تنافس انتخابي عن أحزاب. نعم، أحزاب وكتل كبيرة، والمواطن تتكلم. العراقي مل الوعود. خلينا ننتقل إلى القاضي قاسم العبودي. سيادة القاضي، تكلم السيد محمد الربيعي عن الوعود، وأيضا 8 سنوات لم يحقق المواطن العراقي شيء، لا من الخدمات ولا من أيضا البرامج الانتخابية اللي قدمت في الدورات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا استهيفاء، وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي برنامجك الجديد يبدو الحدث الانتخابي. الحقيقة جزء مما شخصه الأستاذ الربيعي هو صحيح، أن هناك تضخم بالعراق بعدد الأحزاب، هناك تنافس محموم بين عدد الأحزاب الكبيرة اللي دائما كانت متواجدة في السلطة، وللأسف لم نجد القلة منها طبعا في المعارضة. لذلك الحكومة تقوم على قاعدة عريضة من الأحزاب المتنافسة المتناحرة المختلف في أيديولوجياتها وأفكارها ومشاريعها، وكثيرا ما عملت بعض الأحزاب على عرقلة عمل الحكومة حتى وإن كان هناك مشاريع ضخمة كبيرة جدا، خوفا من أن يكون هناك نجاح معين في قطاع معين يحسب لغرض الحكومة. وسمعنا من هذا الكلام كثيرا حقيقة من دولة رئيس الوزراء، مسؤولين كثر، أن كثير من المشاريع التي وعدت بها الحكومة وتعاقدت من أجل الحكومة مع شركات رصينة أجنبية ودول أجنبية ورصدت لها الأموال، أنها تم عرقلتها بمناسبة أخرى بسبب أن الجهة القطاعية الكذائية الوزارة يقودها حزب من غير حزب رئيس الوزراء، أو الجهة المسؤولة عن قضية معينة يقودها حزب آخر، وهكذا تتعرقل المشاريع. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المشاريع. لكن سيادة القاضي، خلينا نتحدث موضوع كلش مهم. المواطن العراقي هذا اليوم فقد الثقة بالمرشحين، يعني المواطن الآن عنده عزوف على الانتخابات الحالية. هذه مشكلة أيضا، لأن بسبب الوعود والبرامج اللي قدمت للمواطن العراقي قبل 4 سنين ولم يتحقق منها إلا الشيء البسيط. اليوم نسمع المرشحين اللي موجودين يقدمون الوعود، وأيضا أريد أعرف نقطة مهمة، هل المرشح عنده قدرة أو يتكلم من الخيال؟ لأن الأشياء اللي يطرحها اليوم للمواطن هو غير قادر على أن يقوم بها بأغلب الأحيان. الحقيقة الحديث عن عزوف حديث سابق لأوانه، كل المؤشرات تشير إلى أن هنالك حقيقة حس واضح جدا وتفاعل كبير مع الانتخابات، وهناك عدة مؤشرات على هذه القضية. وأظن أن الحديث عن عزوف حديث مبالغ به، اللي أعتقد أن سيكون هناك مشاركة جيدة للشعب العراقي في الانتخابات القادمة لأسباب كثيرة معروفة، يمكن الخوض بها راح يستغرق وقت طويل. بالنسبة لدولة القانون، هناك مشروع مكتوب وتم عرضه حقيقة. المشروع يتناول يعني مفاصل الدولة جميعها وكل منشآتها،
ولكل منها حقيقة بأرقام موضوعة وحسابات دقيقة جدا، وضع خبراء في دولة القانون عكفوا على دراستها مدة طويلة حقيقة، وكتبت وعرضت على الجمهور وهي في تناول الجمهور الآن حقيقة. لذلك هناك مشروع حقيقي، ولكن لن يتم تحقيق هذا المشروع ما لم تكن هناك حكومة قوية، حكومة ترتكز إلى عدد محدود من الأحزاب بدون هذا الإفراط بالأحزاب، وتكون هناك معارضة أيضا قوية بالجانب الآخر، لا أن تكون قدم بالسلطة وقدم بالمعارضة. الحقيقة العراق مل هذه الصورة النشاز لتشكيلة الحكومة، لذلك جهد دولة القانون المضي إلى تشكيل حكومة أغلبية، هذا هو الهدف الأساسي. خلينا ننتقل إلى الأستاذ محمد الربيعي. أستاذ محمد، المواطن يريد ثم فجأة بالمواطن ينتصر، ماذا يريد المواطن وعلى من ينتصر المواطن؟ أنا أقصد المواطن وليس كتلة المواطن. لا هو هذا المواطن يريد، هي كانت وحدة من شعارات كتلة المواطن اللي رسمت بدقة واضحة وباستراتيجية واضحة، أنه إحنا خلينا المواطن يتكلم ماذا يريد المواطن. عندما قبل بدء الحملة الانتخابية عندما رفعت شعارات المواطن يريد، صارت هناك بها إحصاء كامل، بدت تسجل أولويات ماذا يريد المواطن. المواطن بيده أخذ بالقلم مالته وافتر على 18 محافظة هذا البوستر، وبدأ المواطن أن يكتب على البوستر ماذا يريد من داخل المواطن، من معاناته الحقيقية في القرى وفي الأرياف في المدارس في المستوصفات، في المستوصفات الصحية. عندما المواطن العراقي ست هيفاء عندما كتب المواطن ماذا يريد على ضوء ماذا يريد المواطن وعلى مقابيل الخبراء الموجودين اللي دارسين واقع العراق وين وصل به الضيم بعد مرور 10 سنوات 8 سنوات نتائج سلبية في أداء الخدمات، إلا ما نوعا ما برزت مثل ما ذكر الأخ، كتبنا هذه البرنامج، هذا البرنامج الانتخابي ذكرنا به ما يريد المواطن. هذه النتائج لو تحققت إن شاء الله بتعاون وبشراكة قوية رصينة في مجلس النواب القادم راح ينتصر المواطن. عندما قلنا المواطن يريد ماذا يريد؟ يريد ينتصر. شون يريد ينتصر؟ يريد ينتصر على الخدمات، يريد ينتصر على الأمن، يريد ينتصر بوجود صحة جيدة، بوجود مدارس غير طينية، بوجود مستوصفات مؤهلة وكاملة. احنا ما نريد نتكلم للمواطن أن ينتصر عسكريا فقط، أي نعم نحن نتكلم عن أمن أولي كأولويات، بعدين احنا ما جبنا الأولويات من عندنا. لكن أستاذ محمد أريد نعرف أنه هذه راح تكون أحلام وردية بعد الانتخابات لو بالفعل المواطن العراقي راح ينتصر؟ سؤال مهم. أحلام وردية هي ماكو شيء صعب أن يتحقق لهذا البلد. ليش؟ إحنا هسه في الهندسة وفي الاستراتيجيات تتحقق أهدافك ورؤيتك اللي أنت بانيها اللي توفرت عندك العوامل والمعايير التالية، إذا توفر عندك المال وإذا توفر عندك الطاقة البشرية. أهم نقطتين طاقة بشرية مع مال يعني كفاءات مع مبالغ راح يتحقق عندك هدفك. خطوات تحقيق الهدف تأتي على سطح الأرض إذا أكو هذه المعايير. إحنا بالعراق تنقصنا الخيرات والثروات، خير من الله، فلوس زايدة تنذب بالبنك بالبنوك البرة، ده تصير البنك المركزي العراقي ده يصير عبارة عن صراف يصرف الأموال بس في مجرد تصريف أموال. هاي نقطة واحد. اثنين، هل إحنا ما عدنا موارد بشرية وكفاءات؟ كفاءاتنا بدينا نصدر بهم للخارج. هذني الثنين الموجودات عندنا مع عقول ورؤية تدير هذا البلد، إدارة وإرادة ماكو للبلد، ليش ما يصير هذا الحلم الوردي للعراقيين؟ شنو ناقصنا ما يصير هذا الحلم الوردي؟ لا يصير الحلم الوردي، انطونا صلاحيات. على سبيل المثال طالبنا بصلاحيات ومكتوبة في الحكومات المحلية، باب خاص للحكومات المحلية اللي احنا نؤمن باللامركزية، اللي انا تعلمت بعض محاضرات اللامركزية من الدكتور العبودي وهو انطى محاضرات باللامركزية جيدة جدا. المركز بقى باسم شخص واحد وبسلطة واحدة، وتركنا اللامركزية بالمحافظات ان تسيب بشكل سائر. خلي استاذ محمد، عندنا اتصال، ناخذ اتصال والاتصال بعد ما ناخده نكمل حديثنا. ويانا اتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ، اهلا وسهلا بك بالحدث الانتخابي. احسن تفضل استاذ. هذا اليوم نحب تشاركنا موضوع الحلقه حول الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناه الرشيد الفضائيه. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
هذا اليوم خلينا نتحدث عن الحدث الانتخابي وأبرز البرامج الانتخابية والمرشحين وأيضا الدعاية الإعلامية اللي نشاهدها هذا اليوم غزت الشارع العراقي. نعم، يعني فيما يخص موضوع الدعاية الانتخابية المفوضية حددت موعد 1/4 هو موعد الانطلاق الحملات الدعائية للكيانات والمرشحين، وسوف تنتهي هذه الحملة قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، وتسمى هذه الفترة التي هي بين نهاية الحملة الاقتراع وموعد بدء يوم الاقتراع هي فترة الصمت الإعلامي. من خلال يعني متابعتنا لجميع وسائل المرئية والمسموعة وكذلك في الشوارع نراقب عملية الدعاية الانتخابية للكيانات والمرشحين، ولدى المفوضية لجنة رصد مركزية وكذلك لجان رصد في جميع محافظات العراق تتابع وتوثق عملية الدعاية الانتخابية في عموم محافظات العراق. نعم أستاذ محسن، هذا اليوم ضيفنا أيضا بالاتصال، شكرا جزيلا لك. أرجع بسؤالي إلى الأستاذ قاسم العبودي. أستاذ قاسم، دولة القانون رفع الشعار معا عنوان حملتها الانتخابية، أريد أعرف مع من دولة القانون وضد من؟ الحقيقة دولة القانون من خلال هذا الشعار الجامع المانع، هو جامع لكل القوى الخيرة، القوى التي تهدف إلى بناء العراق على أسس سليمة، على أسس التعايش السلمي وبناء العراق، والحقيقة يهدف إلى بناء دولة متقدمة ومتطورة، وهو أيضا مانع لكل قوى الشر التي تحاول الإساءة للعراق أو تعرقل مسيرة العراق نحو التقدم. لذلك الحقيقة مع كل القوى الخيرة وضد كل قوى الشر التي تستهدف كل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية. فقط أحب أعلق على كلام الزميل الأستاذ محمد، وأشار إلى قضايا حقيقة مهمة، أنه جرى استطلاع لآراء المواطنين حول المشاكل أو الاحتياجات، وهذا شيء جيد، لكن أعتقد أن برنامج الانتخابي الرصين لا يبنى على استطلاع رأي المواطنين، قد لا يكون كثير منهم أصحاب اختصاص، المواطن قد يعبر عن حاجة شخصية ليست هي الحاجة المهمة والملحة للبلد، البلد أو المشاريع يجب أن تضعها ناس خبراء متخصصين. ولذلك مشروع دولة القانون منذ فترة طويلة جدا عكف عليه مجموعة من الخبراء، ولكل وزارة ولكل مؤسسة كان هناك خبير يتحدث عن المشاكل والمعوقات وسبل الارتقاء بهذه الوزارة خدمة للمواطنين. القضية الأخرى أيضا تحدث عن مسألة مهمة في رأيي، من هي الحكومة؟ الحكومة ليست فقط الحكومة المركزية، هي أيضا حكومات المحلية للمحافظات، والذي أخذت منذ وقت طويل بالحقيقة صلاحيات جيدة لا بأس بها، لكنها حقيقة وقفت عاجزة عن أداء وظائفها. نعم. لأنها انشغلت بالنزاعات السياسية والصراعات السياسية. نعم. متى يتخلص المواطن العراقي من الصراعات؟ والله أنا فقط شخصيا أحب أقول رأيي شخصي قد يكون شوية مفاجئ، أنا ضد تجربة مجالس المحافظات بشكل كبير جدا، وأعتقد أنها فشلت فشل ذريع. نعم، أنت مع الحكومة الأغلبية؟ أنا في رأيي لا، أنا برأيي أن يكون هنالك حاكم للمحافظة، محافظ، وأن يأخذ كل صلاحيات مجلس المحافظة. نعم. لا يتار مجلس خدمة من قبل مجموعة الأحزاب، يعني التجربة السابقة كان لدينا 7 أحزاب تدير مجلس محافظة بغداد، اليوم أستاذ محمد أعرف من عندي يمكن بلغ عدد الأحزاب اللي تشكل مجلس محافظة بغداد 17 حزبا، وحتى يصل هذا المجلس إلى قرار يعني يأخذ وقت طويل في الجدل والنزاع، واليوم مجلس المحافظة في كل محافظة منشغل في النزاع حول من رئيس مجلس المحافظة. نعم. ومن يكون المحافظ وما هي شكل الائتلافات وكيف ستكون، والجدل وصل للمحاكم أكثر من الانشغال في تقديم الخدمة للمواطن. لذلك دائما نتحدث عن حكومة أغلبية. نعم. حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد، حكومة تتركز فيها السلطة بعدد محدود من الأحزاب، وأن يكون هناك معارضة أيضا قوية فيها مجموعة الأحزاب القوية لتقوم عمل السلطة. نقطة لأستاذ محمد. أستاذ محمد، نتحدث أيضا عن برامجكم الانتخابية في مجلس المحافظة، هذا اليوم من نشاهد مجلس المحافظة في البصرة، يعني هناك نزاعات في البصرة تحديدا وأيضا حول المحافظة، يعني أيضا خدمات قليلة، وأيضا البرنامج الانتخابي اللي يقدم في هذه المحافظة أو في عموم العراق عن برنامج ضعيف جدا أو مو تطبق هذا البرنامج على أرض الواقع. ما أشبه اليوم بالأمس. قاسم العبودي يتكلم عن المركزية في مجالس المحافظات أو إلغاء مجالس المحافظات أو إلغاء مجالس لا عفوا إلغاء. ليس له علاقة بالمركزية، لا مركزية، أنت قلت إلغاء مجالس المحافظات، لا أن تكون هناك لا مركزية، لكن بس صناعة الصلاحيات
بشخص المحافظ اللامركزية، لأن يدار من عدد كبير من الأحزاب لديها نهج ولديها برامج مختلفة متضادة. وهذا اليوم المشاهد البصرة نفس أنا راح أذكر إحنا في مجالس محافظات أنا خبير دورتين. طيب. دورة الأولى كتبنا عن مجالس المحافظات لا تملك صلاحيات، وفي عندما أعطت الدولة والحكومة مجلس النواب والحكومة جلسات لتقوية مجالس المحافظات، انتخبت مجالس المحافظات في هذه الدورة. عندما فقدت دولة القانون 10 محافظين في هذه الدورة وحصولها فقط على محافظ واحد تابع بالضبط لدولة القانون اللي هي كربلاء والباقي غير تابع لدولة القانون، أجهضت الحكومة نفسها هذا القانون ووضعته هي في المحكمة الاتحادية تحت عنوان أنه هذا القانون لا يتطبق مع رؤية الحكومة. نحن نعمل مع رؤية الحكومة أم مع رؤية الدستور العراقي؟ نحن أهل لدستور عراقي كتب سنة 2005 كدستور لبناء لا مركزية فيدرالية عراق متعدد قابل لأن يكون عراق قوي بسلطة المركز وقوي المحافظات أيضا. نعم. إحنا لا نخفف لكن هذا اليوم نشاهد في بعض المحافظات صراع يعني أيضا. ليش؟ تعرفين ليش صار الصراع؟ ليش صار الصراع عند عدم حصول دولة القانون على محافظين؟ نعم. بدأت ينكشف ما كان في الدورة السابقة، فحتى نحمي مخلفات سلبيات الدورة السابقة طعننا بالقانون. طعننا بالقانون وين؟ $5. طعننا بالقانون في عدم وجود صلاحيات. طبعا احنا وافقنا كحكومه وكبرلمان في الدوره السابقه، اليوم احنا نطعن ما تكلمنا عليه امس. فمن نطعن القانون قامت محكمه على البصره وعلى بغداد وبابل ودياله. نعم. هذه شلت مجالس المحافظات، اتفق معه، ما شلتها الكيانات الموجوده داخل المجلس. نعم. شلها الحكومه، شلت يعني مجالس يعني المحافظات. يعني نفهم من جواب الاستاذ محمد الربيعي انه الحكومه العراقيه وبالتحديد دوله القانون لان ما حصلت على محافظين ل10 محافظات اضطرت انه تهنج دور المحافظ او دور عمل مجلس المحافظه في اغلب المحافظات. سياده القاضي، الحقيقه هو اتحدث في اكثر من قضيه، الاولى قضيه $5 قضيه اخرى غير قضيه المحكمه القضاء الاداري او النزاع حول لا نفس المحافظه طعن واحد هو طعن من 21 المحكمه الاداريه ولا للقضاء الاتحادي المحكمه الاتحاديه طعنت الحكومه بال$5. نعم. وطعنت بصلاحيات ال21 لكن نتحدث عن تهميش دور المحافظين ومجالس المحافظات. ليس قضيه تهميش، انا شخصيا عندي وجهة نظر وهو سامح أستاذ محمد، كنا قبل فترة في ندوة أو ورشة حول هذه القضية وقلتها بصراحة أن أنا حقيقة شخصيا ضد تجربة مجالس المحافظين. ليس القضية بلا مركز، بس هذه القضية شخصية، الدستور ما يقول هيك لا مركز. هسه احنا نتحدث عن بناء دولة كشف كثير من الضعف حتى بالدستور بالمناسبة وحتى بالقوانين التي كتبها، حتى أكون صريح وياك أنه حتى الدستور وتحدثت أنا أكثر مرة كتب على هاجس الخوف من السلطة، والذين كتبوا الدستور تعمدوا أن يفرغوا الدولة العراقية من أي محتوى للسلطة لأن هاجس خوف تملكهم من السلطة. ولذلك الجهات التنفيذية، الجهات التنفيذية الحكومة ومؤسساتها كانت الحلقة الأضعف بالدستور. الحكومة عندما عملت أرادت أن تعمل. خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود لكم. شلل الأطفال مرض فيروسي معدي وقد يسبب الإعاقة أو الموت. لا يوجد لهذا المرض علاج، ولكن يمكن الوقاية منه باللقاح الذي يعطى على جرعات في أوقات محددة. تدعو وزارة الصحة الجميع إلى تلقيح أطفالهم من عمر يوم لغاية 5 سنوات من خلال المراكز الصحية أو من خلال الفرق الجوالة لتأمين تحصينهم، لا سيما بعد ظهور حالة شلل في بلدنا. نؤكد لكم وبكل ثقة أن كل لقاحاتنا من مناشئ عالمية رصينة جدا، وظهور أعراض جانبية بسيطة متوقعة يجب أن لا يمنعكم من إعطاء اللقاح لأبنائكم. ندعو كل كوادرنا في وزارة الصحة وما عرف عنهم من الحرص العالي والغيرة العراقية الأصيلة إلى الوصول إلى كل طفل في أبعد مكان، وبذل أقصى الجهود من أجل منع خطر حدوث إصابات أخرى.
أهلا بكم بعد الفاصل مع الحدث الانتخابي، ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. أهلا معنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية نلاحظ أن أغلب الكتل السياسية اعتمدت على الدعاية الإعلامية في شوارع ورفع الصور، ولكن لم نلاحظ برامج انتخابية مثل الصحة والتعليم وغيرها. كيف تقرأ هذا المشهد؟ نعم، شكرا جزيلا. تحية لضيوفك الكرام السيادة القاضي والسيد المربيعي. شكرا. يعني أنا أعتقد أكو مشكلة، يعني حتى البرامج الانتخابية نشوفها في كل الدورات متشابهة لأسباب أنها تداعب عواطف المواطن العراقي، وهي متطلبات بسيطة تخص الأمن، تخص البنى التحتية، تخص الغد الأفضل. لكن المشكلة المواطن يتساءل ما الذي تحقق من هذه البرامج الانتخابية. أنا أعتقد واقع الحال لم يتحقق 3-4% لأسباب انشغال بصراعات سياسية مريرة، تحديات أمنية. أنا أعتقد هناك خطأ كبير شائع في العراق وبين المرشحين، الصراع على الرقم الانتخابي أولا، والصراع على كثرة الدعاية الانتخابية والإعلانات في الشوارع. وأنا أعتقد هذه القضية لن تؤثر بالمواطن بالقدر ما يؤثر فيه كاريزما الشخص، مستوى تأثيره، مستوى البرنامج الانتخابي ومدى تحقيقه، وأنه المواطن يقتنع أنه فعل هذه الكتلة قادر على التغيير، قادر على أعطاء للمواطن العراقي. وأنا أعتقد هذا الخطأ ندور فيه في كل دورة انتخابية، سواء على مجال المحافظات أو على صعيد الانتخابات التشريعية. أريد أتحدث أيضا موضوع مهم، هل ستتغير الخارطة الانتخابية بعد الانتخابات؟ هل ستظهر وجوه جديدة داخل قبة البرلمان؟ يعني أنا أقول لك قضية قد أكون متشائما، لكن أستقرأ استقراءات علمية. أنا أعتقد الخارطة لن تتغير. اليوم أكو صراع في داخل البيت الشيعي، وفي داخل البيت السني، وفي داخل البيت الكردي. لكن هناك عوامل بعد إعلان الانتخابات لن تكون هناك كتلة تستطيع تحقيق الأغلبية السياسية. كنا كمواطنين عراقيين نتمنى أن نحقق أن تكون هناك أغلبية سياسية، ونشاهد لأول مرة حكومة أغلبية مع وجود معارضة في البرلمان. لكن بفعل تأثير العام الخارجي ستعود ثلاثة كتل حال إعلان نتائج الانتخابات تمثل الكتلة الشيعية والسنية والكردية، وبالتالي سيتصارع الجميع من أجل الدخول في حكومة تسمى حكومة شراكة وطنية. مستوى التغيير قد يكون ضعيفا جدا، يعني ليس بالمستوى الذي نرغب فيه كأن نشاهد وجوه جديدة، تغيير وجوه أتعبتنا كعراقيين وأتعبت المواطن العراقي بعدم فعاليتها، بتأجيج صراعات طائفية، بأن تكون صقور وليست حمائم. لا يوجد لديها رغبة سوى الصراعات والأزمات مع الأسف الشديد. لكن أنا أعتقد واقع الحال ستقول أن هذه الوجوه ستعود مرة أخرى، وبالفعل وبوجود قادة الكتل السياسية اللي سيحصلون على مراكز عليا يوزعون هذه الأرقام فيما بين جماعات. أريد أيضا نتحدث موضوع مهم جدا، كيف تنظر إلى الناخب العراقي؟ اليوم نشاهد عزوف عن الانتخابات، هل هناك عزوف؟ نعم سيدتي الفاضلة، خلينا نتكلم اولا. احنا اذا نتكلم بنريد نشحن المواطن العراقي نقول سيذهب ويتقاتل للوصول الى صندوق الاقتراع، لكن اذا تكلمنا بعلمية نقول المواطن العراقي في السابق تحدى الارهاب، ذهب الى صندوق الاقتراع من اجل غد او ضمن اجل الديمقراطيه، لكن خاب ظنه في كتلنا السياسيه التي لم تقدم له سوى الازمات المتلاحقه. توقعنا في مجالس المحافظات عزوف، وفعلا كان هناك عزوف. كمركز دراسات وكثير من الخبراء الاستراتيجيين الموجودين في المشهد العراقي نصحنا كتلنا السياسيه، قلنا في بغداد مثلا كانت نسبه المشاركه 31.33% الكف والرصاف، المجموع 32 تمثل كل الكتل. هناك 68% من لم يذهب الى الانتخابات. حذرنا انه في حال سنه كامله اذا لم تصحح الموقف تصالح الجماهير ستتحرك كره الثلج لتزداد كبرا، وبالتالي قد يكون الحجم اكبر. انا اعتقد هناك تهديد كبير في المرحله المقبله بعزوف المواطن عن الانتخابات لاسباب عديده، فضلا عن الوضع الامني المتردي في عدد من المناطق وخاصه في المناطق الغربيه، وهذا ما يشكل تحدي كبير قد يؤدي الى تاجيل الانتخابات اذا كان هناك ضابط خارج في الامم المتحده، لان هذه الانتخابات اتحاديه وليست انتخابات مجالس المحافظات حتى تؤثر في محافظه دون اخرى. إن شاء الله المواطن العراقي يذهب لصناديق الانتخابات ويغير الناس وينتخب الناس الكفؤين اللي يخدمون مصالح هذا الشعب. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. أيضا راح نستقبل اتصال ثاني
وايضا معانا الان اتصال ثاني. نكمل حديثنا على المجهز الاتصال. ارجع بسؤالي الى السيد القاضي قاسم العبودي. هذا اليوم سمعت حديث الاستاذ وسمعت ايضا الحديث عن عزوف الناخب عن الانتخابات. نعم، احنا قلنا عن الحديث عن العزوف كلام حقيقه لا يزال هناك وقت حقيقه للحديث عن نسبه المشارك. اللي اعتقده هناك مؤشرات، رايي الشخصي لان المشاركه ستكون جيده. اول المؤشرات الاقبال على البطاقه الالكترونيه اللي اعلنت المفوضية، ارقام متقدمه جدا حقيقه. وهناك مؤشر اخر هو الوقوف حقيقه بقوه في الشارع في دعم جهد الحكومه والجيش في مقارعه الارهاب. لذلك هناك تحدي العملية السياسية والديمقراطية برمتها، والمواطن حقيقة يجد نفسه يعني يجب أن يكون لديه موقف، هذا الموقف سيعبر عنه من خلال مشاركته الفاعلة بالانتخابات. لكن إذا نتحدث عن الوجوه الأخرى فقط أستاذ واثق، نعم هذا مهم، هذا مهم، هو هذا الكلام أنا أتفق مع أستاذ واثق الهاشمي أن الشارع نعم مل بعض الوجوه. نعم حقيقة. هذا اليوم شاهدنا عدد كبير من الوجوه الجديدة. والشارع مل الخطاب الطائفي اللي يحقن الشارع بحقن الطائفية. الطائفيون من الطرفين هم أصدقاء بالمناسبة أعتقد، وهؤلاء لا يجدون نفسهم. طرفين؟ الطرفين السني والشيعي طائفين هنا وهناك، يعني هذا اللي يتحدث عنه. ولذلك للأسف الشديد، للأسف الشديد هل تتوقع أنه هؤلاء لا ينشطون؟ لا ينشطون. نعم أتمنى طبعا هناك وجوه جديدة، وهناك طبقة سياسية لابد أن تكون جديدة طبعا. يعني الشارع لابد أن يصير تجدد بالعملية السياسية، وهذا طبعا يشمل بها جميع الأحزاب، جميع الأحزاب المتنافسة. أتمنى أن تضخ طبعا وضخت وجوه جديدة، أتمنى أن يحالفهم الحظ في الانتخابات وأن يفوزوا في الانتخابات. قضية أخرى الحقيقة بالنسبة إذا سمحتي لي، إذا تبقى وقت يعني ما أعرف. أنا أريد بس أسأل سؤال الأستاذ محمد. أستاذ محمد، ظهرت دعاية للمجلس الأعلى، دعايات انتخابية يعني غير نهج المجلس الأعلى، يعني كونه تيار إسلامي. يعني شاهدنا دعايات إعلامية لبعض المرشحين هم خارج الكتل الإسلامية. أنا أريد أفهم موضوع مهم، هل أصبح المجلس الأعلى تيار ليبرالي أو علماني؟ أولاً المجلس الأعلى الآن هو لم ينزل الانتخابات كمجلس أعلى. المجلس الأعلى هو ائتلاف المواطن، نزل بائتلاف المواطن، اختار كلمة المواطن، وهالمواطن هو المواطن العراقي. فالمواطن العراقي من يتكلم عن المواطن العراقي؟ العراقيون. فاليوم العراقيون بائتلاف المواطن هم مختلف أنواع المواطن. الكتلة الوحيدة في العراق التي تملك برنامج مكتوب وموزع ومدقق من قبل خبراء. من يقول موجود برنامج؟ أنا لحد الآن ما شفت البرنامج توزع، توزع بالشوارع. نعطيك إياه نطلع البرنامج، من نطلع نعطيني إياه. أنا ما شفت لين هذا توزع بشكل دقيق. ليش؟ بالكتلة موجود. نحن نتكلم عن تنوع الأشخاص. نعم جايج، تنوع الأشخاص بالكتلة. محمد الربيعي من الكتلة، تسلسل اليوم 10 في الكتلة. أنا من تسلسلي 10 إلى تسلسل 138 9% فقط مجلس أعلى. نعم. انتبهوا على هذا الرقم، 9% من العراق فقط. نعم. مجلس أعلى. نعم شاهدنا بدعاية الباقين هذا الانفتاح المجلس الأعلى. فكان هذا الانفتاح هي جهة الاعتدال. اليوم أنا أتكلم عن 4 سنين، أين المجلس الأعلى من الدورات السابقة؟ لم يشارك في الدورة السابقة، لم يتحمل مسؤولية الإخفاق الحكومي، لأن ما عنده أي وزير، ما عنده أي ممثل، ما عنده أي هيئة، ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده، عنده 14 ممثل في مجلس النواب، غير في كثير من الأحوال، وهم من عدم توقع رفضوا توقيع التقاعد في مجلس النواب. نحن ما راح نتحدث على توقيع الرواتب بسبب واحد، بس اسمحي لي، بس اسمحي لي، وين راح اوصل؟ كل كتلة تقول انه انا ما موقعة على الرواتب. موثق 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 موثق. بس راح ارجع لك على الوجوه. هذه الوجوه من 9% في العراق يطلعون فقط شباب. إذن أكو تربية شباب، وأكو تربية كوادر بيهم الأمل، بيهم الاطلاع، بيهم اليوم الانطلاقة بالوجه الجديد. والبعض يقول أستاذ محمد أنه أصبح المجلس الأعلى عراقي، أصبح متلون حسب الظروف. متلون بماذا؟ بشخصيات جديدة، متلون بشخصيات شابة، متلون بشخصيات تدافع إلها الفكرة والرؤية الكبيرة لانطلاق العراق. وهذا الشيء لتربية جيل جديد. يمكن اليوم إحنا راح ما نكون الأول، لكن راح نكون المميزين.
خلينا ننتقل إلى الأستاذ قاسم العبودي. أستاذ قاسم، تحدث أستاذ محمد لهذا اليوم، باقينا أيام قليلة ولم يشاهد البرنامج الانتخابي لدولة القانون. 8 سنين ودولة القانون موجودة بالحكومة العراقية، هل ستغير البرنامج الانتخابي؟ يعني راح يكون برنامج جديد لو نفس البرنامج القديم اللي المواطن متعود عليه؟ الحقيقة استقراءنا لأداء الحكومة السابقة واضح، وكل احنا نتفق أن كانت إخفاقات حقيقة للدولة العراقية سببها وأسس بناء الدولة لم يكن صحيح. أساس بناء الدولة على أساس المحاصصة والتوافق أو المشاركة أيا كانت التسميات، ثبت فشلها الواضح والذريع. لذلك نهج دولة القانون اليوم لكل أعضاء هو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية مريحة تتركز فيها السلطة بعدد محدود من الأحزاب، يكون بينها انسجام واضح لتشكيل حكومة قوية قادرة على أداء مشاريعها. لذلك حقيقة الضمانة لهذا للذهاب إلى دورة ثالثة أو البطالة بدورة ثالثة دولة القانون هو أنه هناك حس واضح شعبي لدعم دولة القانون. حضرتك ممكن تستقرئين الشارع وتجدين هناك جماهيرية كبيرة لهذا المشروع الذي دعا له رئيس وزراء ودعا له تحالف دولة القانون لبناء حكومة تقوم على أساس الأغلبية، مل الشعب العراقي العدد الضخم من الأحزاب. يعني أريد أفهم نقطة مهمة جدا سيادة القاضي، يعني راح تحصلون على 160 مقعد حتى تشكلون حكومة أغلبية؟ مو بالضرورة. حقيقة ما أريد أكشف عن يعني كثير من استطلاعات الرأي والدراسات اللي دلت على دولة القانون سيحصل عدد كبير من المقاعد. خلينا نأخذ هذا الاتصال. أستاذ محمد اعترف قال لن نكون الأول حقيقة، والكل يعترف أن دولة القانون ستكون الأولى بالانتخابات، لكن نكون المميزين. وستحصد دولة القانون عدد كبير من المقاعد راح ينطيها قدرة ومرونة على التفاوض مع الآخرين. الناخب العراقي راح يحدد بصناديق الانتخابات من يكون المميز ومن يكون الأقوى والأول. خلينا نأخذ هذا الاتصال. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتورة سهام الشجيري الأكاديمية والإعلامية. دكتورة سهام أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، أهلا بك سيدتي الكريمة وأهلا بضيوفك الكرام. أريد أعرف دكتورة سهام كيف تنظرين إلى التنافس الانتخابي ودخول الإعلام على الخط؟ يعني كثير من الإعلاميين هذا اليوم يشاهد صورهم وبوستراتهم معلقة في أنحاء المحافظات، وهذا اليوم داخلين بقوة بالانتخابات. اسمحي لي سيدتي أن أتحدث عن رؤيتي الموجودة في الشارع باعتبار أنه إحنا إعلاميين أيضا وأكاديميين ومعنيين بالدعاية على اعتبار أنها رسالة اتصالية، ونرصد قضية هذه الدعاية. بعض الناس الذين استطلعنا آراءهم بشكل سريع للأسبوع الأول أو لهذه 3 أيام الأولى من أسبوع الدعاية، كانت هناك رؤية تقول أننا سننتخب من انتخبناه سابقا القدماء، الوجوه القديمة نكررها لأنها شبعت من السلطة وشبعت من الامتيازات وشبعت من كل شيء، فستلتفت لدينا إلينا في المرحلة القادمة. وهناك رؤية تقول علينا أن نغير هذه الوجوه القديمة ونبتدئ بوجوه جديدة لعل وعسى تلتفت إلى المواطن. لكن هناك حقيقة يعني اسمحي لي أن أعرضها، والسيد القاضي موجود والسيد محمد أيضا موجود وهو غني عن التعريف في هذه القضايا، أنه البرلمان قضيته أكو هناك تضليل للشارع العراقي. البرلمان مسؤوليته تشريعية ورقابية، يعني البرلمان ما يجيب لي ما يسوي لي مجاري، البرلمان ما يجيب لي كهرباء، لكن تولد من هذا البرلمان حكومة تستطيع أن يضغط عليها البرلمان. لكن باعتراف البرلمانيين في هذه الدورة التي يكون عمرها أيام وتنتهي، باعترافهم يقولون أن البرلمان كان مشلولا وكان ميت سريريا ولم ينجز أي منجز ممكن أن يكون ملموسا لدى المواطن العراقي. لكن قضية أخرى اسمحي لي أقولها، قضية أنه العزوف كبير من على الانتخابات، هو ليس عزوفا بقدر ما هو إحباط. يعني هناك من له رغبة أن يغير، له رغبة أن يختار أو ينتقي شخصيات لربما استطاعت أن تضع حدود خطوط ثقة بينها وبين المواطن، لا أقول وعود. النقطة الأخرى أنه هناك تشويه بصراحة، وهذا يعني يحصل في العراق فقط. نعم، لكن دكتورة نحن دكتورة سهام نحتاج أنه الناس تروح هذا اليوم للانتخابات وتغير، نحتاج أنه المواطن العراقي أن يكون صوته الأول حتى يغير الوجوه اللي موجودة. سيدتي، مواقع التواصل الاجتماعي تسيء كثيرا إلى المرشحين. هل هذا المرشح جيد؟
مجيد ستفرزه الصناديق وستفرزه المرحلة القادمة، لكن هذا التشويه. حتى هناك تصريح أمس كان لوزيرة المرأة، هناك شخصيات نسائية حاولوا أن يضعوا لها شوارب ويضعوا لها بناطير إذا كانت ترتدي الجبة ويشوهون صورتها في الشوارع. هذا يسمى، لكن هذول ناس قلال دكتورة، ناس قلال. نحن نعول على الناس الجيدين، الناس اللي يريدون يخدمون البلد وأيضا بصوتهم الانتخابي اللي راح أكيد هو يكون الفاصل لصعود الناس الجيدين. قضية أخرى ليست هناك، يعني أنا قد أشاطره في بعض الرأي سيد القاضي، لكن ليست هناك قضية طائفية مجتمعية. الطائفية السياسية هي من ألقت بظلالها على المنظومة الاجتماعية، ونحن نعرف أن كل مناطقنا، أستاذ محمد في الكراد يعرف أن هناك ناس من كل الطوائف ومن كل الأديان ومن كل القوميات موجودين في الكراد، على الأقل لأن أنا من سكنتها. شكرا جزيلا دكتورة. ليست هناك دكتورة، أنا أعتذر، الوقت قصير. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على هذا الاتصال. أيضا تحدثت الدكتورة بأمور مهمة جدا، وأيضا يعني نحتاج للناخب أيضا ثقافة، يعني مثل ما تحدثت على البوسترات، وأيضا البيان اللي أصدرته وزيرة المرأة حول بعض تحدث، نعم، مثل المواطنين اللي أساءوا لبعض المرشحين بالفيسبوك وأيضا صحيح. بالإعلانات اللي موجودة بالشوارع. الحقيقة مثل هالأمور موجودة، لكن أحب أن أشير إلى قضية كمختص. أنا أستطيع أن ألحظ هناك تطور كبير في أداء الأحزاب بالنسبة لاستخدام الإعلام والإعلان الانتخابي. نعم. يعني عما كان سابقا في 2005 وحتى في 2009، اليوم لكل حزب أصبح هناك لون مميز وأصبح لديه شعار، بدأ يهتم بالحرف وشكل الحرف واللون والشكل. لكن نقطة مهمة سيادة القاضي، نحن في كل دول العالم اللي نشاهد دائما، يعني شوف البرامج الانتخابية تتكلم عن الصحة وتتكلم عن التعليم وتتكلم عن الخدمات. يعني هذا اليوم قليل نسمع هذه البرامج الانتخابية، وحتى إذا بدت هذه البرامج الانتخابية تطرح المواطن العراقي بعد ما يثق بها لسبب واحد، لأن هذه السنين اللي مرت فقد الصحة وفقد التعليم وفقد أيضا تتحدثين عن برنامج الخاص الشخص، كأنك تنطقين على لساني. الحقيقة منذ مدة طويلة كان اهتمام بقضية بناء الإنسان، شاهدت أن الدول الديمقراطية المتطورة لم تستثمر بالصناعة ولا بالزراعة، وربما لم تكن لديها ثروات، ولكنها استثمرت بالإنسان. الاستثمار صحيح. الإنسان واهتمام بركنيه المادي والروحي، أي الصحة والتعليم، وهما أساس بناء المجتمعات المتطورة. لذلك برنامج الشخصي لفت انتباه الحكومة والدولة وكل الأحزاب إلى الاهتمام بالصحة والتعليم. الاهتمام بالصحة والتعليم يعني الاهتمام بكل مفاصل هذين القطاعين. هل يقدر شخص داخل قبة البرلمان يعني أن يغير برامج جدا أو يطبق برامج؟ الدكتورة قالت قضية جدا مهمة، أن لا يقدر إذا ما تكون كتل مهمة البرلمان هي مهمة تشريعية، وهناك خلط حتى عند السياسيين. حقيقة أن البرلمان يستطيع أن يفعل كل شيء إلا أن يبدل المرأة إلى رجل والرجل إلى امرأة كما يقول المثل الإنجليزي. لا، الحقيقة البرلمان لا يستطيع أن يفعل، بالعكس العراق لم يستطع البرلمان أن يفعل شيء. نعم. والسبب هو عدد الكبير من الأحزاب المتناحرة داخل قبة البرلمان والمحاصصة، وهذا نفس أعاق بالضبط اللي موجودة داخل قبة البرلمان اللي عطل الحكومة. كثير من القوانين. يعني هل يعقل لهذا اليوم الموازنة العراقية، الموازنة قوت الشعب لهذا اليوم بالضبط. ما لحد يتم التصويت عليها بسبب الصراعات الموجودة؟ هناك مشاريع كبيرة متعلقة على الموازنة للأسف الشديد تم عرقلتها، وهذه أحد أشكال العرقلة اللي تحدثنا، اللي سببها عدد الأحزاب الكبير والمحاصصة أو أسميها المشاركة. أريد نقطة مهمة من الأستاذ محمد الربيعي، راح نتخلص من المحاصصة المقيتة داخل قبة البرلمان؟ عندما نأتلف على أن نشارك كحكومة شراكة، يعني اتفق أنه لكن أيضا قوية. كانت حكومة شراكة، لا ما كانت قوية، قبل أربع سنين كانت حكومة شراكة، يعني ما كان عندنا كتلة معارضة داخل قبة البرلمان، لا كانت حكومة شراكة. لكن هذا اليوم نشاهد الموازنة لهذا اليوم ما تم اقرارها، وهذا قوت الشعب. يعني انا اقول ليش واثق الهاشمي ذكر كلمه ردت ارجع لها، صراحه ارجع لها واكدتها الدكتوره، من خلق الازمات خلال 4 سنوات وثمان سنوات ماضيه ضعف البرلمان العراقي. البرلمان العراقي مشارك من كل القوى السياسيه، القوى السياسيه خلق بها ازمه، من تخلق ازمه وازمه وازمه، انا اعمل ضد للازمات حتى ابقى. البقاء ليس لشخص، المفروض تكون عندنا عبرة أنه من الماضي
من السنوات اللي مضت، احنا اليوم المفروض نبقى على البرنامج. قعد قاسم العبودي بدون قاضي تسمح لي، وقعد محمد الربيعي، وقعد من كتلة أهسين ومن كتلة صاد، ووضعوا هذه البرامج المشتركة بطاولة واحدة، واستنقوا أوليات الصحة، وأوليات التعليم، وأوليات الشباب، وأوليات المرأة، وأوليات الاقتصاد. الإصلاح الاقتصادي يأتي عندما يكون هناك إصلاح سياسي. احنا بالعراق نفقد الإصلاح السياسي، ماكو إصلاح سياسي. هذا يخلف شنو؟ يخلف ماكو إصلاح اقتصادي، وماكو إصلاح اجتماعي، ولا إصلاح ثقافي. الأربع محاور هي تخلق تنمية. اسأليني سؤال، أو اسأل العبودي سؤال، واسأل الجمهور سؤال، وين أكو تنمية عندنا بالعراق من 10 سنوات؟ لكن أنتم يقع عليكم اللوم، اللوم كتلة المواطن وأيضا دولة القانون، وكل الكتل اللي مشاركة بالحكومة بالحكومة، وأيضا داخل قبة البرلمان نحتاج هذا اليوم، نحتاج أصوات عالية داخل قبة البرلمان. المواطن العراقي هذا اليوم يحتاج أنه ينتخب الشخص السياسي اللي يفكر بمصالح المواطن، ويفكر بالمواطن، ويترك مصلحته ومصلحة حزبه وكتلته بعيدا عن. انت مرشحه بكتله ست هيفاء؟ انا مرشحه بكتله المواطن، كتله المواطن، كتله الوطن. لان هو كلامك بالضبط مثل ما يقول من قلب الى القلب، هذا كلامكم كلام الناس اللي هسه موجود بالشارع. احنا مع الناس، من نزل للارض ومع الناس ومع المواطن، سمع هذا الحكي من سنين. احنا اليوم ترجمناه ان نريد نحققه في قبه البرلمان. قبه البرلمان اجهضت بسبب خلافات سياسيه. احنا نترك الخلافات السياسيه، خلينا نبني برنامج سياسي. انا نفسك بالبرنامج السياسي كل العالم. انا سؤالي، هل راح يتحقق هذا البرنامج السياسي داخل قبه البرلمان؟ يتحقق اذا، هل يتحقق هذا؟ نعم. انا اقرا برامج سياسيه لهذا، هناك برامج انتخابيه، يمكن لحد الان قارئ 10 برامج انتخابيه، لكن اريد انا كمواطن عراقي اسال سؤال، هل راح يتحقق هذه البرامج الانتخابيه بعد الانتخابات، او راح تكون لا بعد الانتخابات كتب واوراق؟ لا بعد الانتخابات. راح اقول ليش. انا اعطيك مثال، احنا صرنا 10 اشهر اعضاء مجلس محافظه بهذه الدوره، هذا برنامجنا مال العراق، برنامجنا محافظتي اولا لكل محافظه بمحافظتها، حققنا جزء من عنده. اليوم احنا ابسط الاشياء عندنا عشرات آلاف الفايلات اللي مكدسة على تعويضات سنين ماضية، أنجزناها كمحافظة بغداد بنسبة 70% بالعشرة أشهر، و30% بعدهم ينتظرون الموازنة والمالية. هذا إنجاز بعشرة أشهر، ليش كان موجود من ضمن برنامج حقوق إنسان؟ نتمنى حقوق إنسان اليوم. ليش راح أقول ليش؟ لما شاركت السني وشاركت الشيعي وشاركت الكردي في صنع قرار سياسي واحد سياسي. اليوم إذا أترك أنا بس وحدي واشتغل بس أنا الشيعي وشايل سيفي على الآخرين، أو أنا سني وشايل سيفي على الآخرين، أو أنا كردي وشايل سيفي على الآخرين، ما نشتغل. العراق مال الجميع، العراق مال الجميع، كل والجميع يشتغلون بالوحدة الوطنية، وبالكفاءة، وأيضا أيضا يكون همهم هموم المواطن. هو من المواطن هو أهم شيء، هموم المواطن مو كتلة المواطن. لا هي قالت عن كتلة المواطن. لا كتلة الوطن. كتلة الوطن. أستاذ قاسم، كلمة أخيرة قبل ما ننهي برنامج الحدث الانتخابي، لأن شارفنا على الانتهاء. والله الكلمة الأخيرة، أدعو جميع الناخبين العراقيين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، لأنها السبيل الوحيد لإحداث تقدم في البلد. مع كل عملية اقتراع هناك صيرورة إلى الأمام، هناك تقدم وازدهار للبلد. بالتأكيد الانتخابات القادمة لن تنهي كل المشاكل في العراق، ولكن يجب أن تكون بداية صحيحة لبناء حكومة قوية، حكومة أغلبية. أركز على قضية حكومة الأغلبية، يجب أن نتخذ قرار بأن يكون جزء منا بالمعارضة، لا أن نكون جميعنا في السلطة. شكرا جزيلا الأستاذ قاسم العبودي. نشكر ضيوفنا الأستاذ قاسم العبودي عن دولة القانون، وأيضا الأستاذ محمد الربيعي عن كتلة المواطن. أعزائي المشاهدين، كلنا أمل في أن نحقق الأفضل لبلدنا، وهذا الأمل بيدينا حتما عندما نعطي الصوت لمن يستحق. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا.